يلي راهو عايش الغبينا كاين منهم ألوفات شحال سهل الدمعة الغميمة لقات ولدها وين يبان حباب ربي في كل مدينة ناس الخير والحسنات باش يتعلم وتقري دير الخير غدوة تلقى الزمان صعيب يجري ويوري حرس يغرك يديك هوا حباب ربي في كل مدينة ناس الخير والحسنات مشاهدينا كما تعرفوا في كل مره نجيو عندنا في الخير واليوم رانا عند خونا الياس الشطيه عند مشاهد الياس الشطيه شوفوا للامانه هو غادي نطيب لكم كل ما لذ وطاب لهذه العائله راح نزوروها في زوجة ولكن انا قلت خلينا خويا الياس نجيو هذوما هكا خضرا يطيبوها اللي صاحبو يطيبوها اللي حبيت نقول لكم أن عمتي فاطمة تعيش في ظروف قسما بالله العلي العظيم ماشي حتبكيكم فقط وإنما قلوبكم اليوم حتقطعهم هنا برا يشبعوني وصفة هنا يطيحوا لي برسمونا معطري دخلوا عليا ضربوني هنا يا راني البوك كي ضربوك كنت هنا كنت هنا راكدة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كارثة إنسانية بأتم معنى الكلمة أم طاعنة في السن تقضي النار هنا هذه هي كوزينتها هذا هو المطبخ تاعها وهذه هي حياتها الحمام قعبنا تبنا وانا راني غينا في الدار تاع مطيرني تاع بابا مات فيها وراني فيها أم تعيش وسط أكوام القش البالي أم تعيش وسط بقايا المأكولات أم تعيش وسط تعيش ميتة وهي حية شحال عندك ما شفتيش ولادك شحال عندك ما شفتيهم عندهم ياتنا عطاهم اللي جيت ماهش أم خادنينهم توحشتيهم 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 تندير بهم ربما الكثير منكم ما راش يتصدق ولا يامن انه فيه حاله مثلها لكن انا نقول لكم نعم ارواحوا للزبوجه حوسوا على خالتي فاطمه وراح نتفاهموا وتعرفوا معنى الميزيريه
السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في هذا العدد الجديد والخاص جدا من برنامجكم حباب ربي. مشاهدينا اليوم حنقول لكم ما تبعدوش، ما تبدلوش القناة وقعدوا تابعوا هذه الحلقة بكل تفاصيلها. اليوم حبيت نبدأ مقدمتي مع عمي، مع عمتي فاطمة، عفوا عمتي فاطمة، راكم تشوفوا تجاعيد الوجه تاعها، راكم تشوفوا حالتها، ربما وحدها حالتها هذه راح تحكي مرارة العيش ومرارة الحياة اللي تصارح فيها. حبيت نقول لكم أن عمتي فاطمة تعيش في ظروف قسما بالله العلي العظيم ماشي حتبكيكم فقط، وإنما قلوبكم اليوم حتقطعهم، لأنه ماشي سهل أنكم تشوفوا أم مثل هذه عايشة هذه الظروف لوحدها. عمتي فاطمة، نطرح لها سؤال واحد قبل ما نبدأ. ضربوك؟ ضربوك عمتي فاطمة؟ احكي لي، قولي لي وين ضربوك، قولي لهم وين ضربوك، واش داروا لك؟ ضربني وراح هو، اخذوا كل الفم ويضربوا وراح. ضربني وراح هو، اخذوا كل الفم ويضربوا وراح. يشدوا لها فمها ويضربوها ويعنفوها ويعذبوها، تعرفوا علاش؟ باسكو تعيش واحد الظروف، واحد الكوخ. دوك تشوفوا معنا كيفاش عايشة. ضربك قتلتهم كاع مع بعض. شكون هادو اللي يضربك؟ شكون؟ منا من البلاد ولا منين؟ وراهم يدخلوا عليا من حول ولا متحف الدار ولا ما ضربوك في راسك وضرك راسك. ربي وكيلكم اللي تشوك راكم تجول هاد البقعه، بقعه تبغي وين؟ في ولايه شلف. ربي وكيلكم وان شاء الله يا ربي. شوفوا هي ما تقدر دير والو، وانما ربي ان شاء الله راح يخفيكم الحق. لازم كامل اليوم نديروا اليد في اليد، ولازم كامل شو هذاك الانسانيه احنا الجزائريين اللي عندنا، وحب الخير وهذاك التضامن وهذيك الحنانه اللي فينا، اليوم لازم نضعفوها اكثر واكثر باش نسلكوها. طبعا راح ترافقني اليوم في تقديم هذا البرنامج الاخت والزميله الهام. الهام، ربما اول وهله تشوفي حالك كيما هذه، تعليقك اليوم حالفني الحد اللي راني معاك بيان سور، وحاله كيما هادية ما شفتش نقول فريمون، حاله كارثيه كارثيه باتم معنى الكلمه. اسمحوا لي طولت اليوم شويه ونحكي لكم في المقدمه، ولكن انا غاضتني بزاف وراهي امانه، ورسالتها كذلك راهي امانه، وان شاء الله نلحقوها. يلا حكايتنا وقصتنا اليوم رايحه تبدا من الزبوجه من ولايه شلف، تابعونا. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله انا ما فهمتش اذا كاين سلطات هنا في الزبوجه ولا ما كانش. كارثه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كتشوفي الهام كيفاش عايشه؟ يلا ونعم الوكيل، مازال كتشوفي كيما هذه. نعم، واش قلتي لي؟ واش كاين هنا؟ نقدي النار هنا. نعم؟ نقدي النار. تقدي النار؟ ايه. نروح نشوف وين تقدي النار. وريني دخلي، وريني وين تقدي النار. وين تقدي النار معناتها هنا الكوزينه تاعها، هنا الطيب. حول ولا قوة إلا بالله. المصور تفضل معنا زميلي، تفضل. تفضل أنت تدخل تشوف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كارثة إنسانية بأتم معنى الكلمة. أم طاعنة في السن تقضي النار هنا، هذه هي كوزينتها، هذا هو المطبخ تاعها، وهذه هي حياتها. أنا أعتذر عن المشاهد لأنه الضيق بزاف، حتى المصورين كامل ما يقدروش يخدموا ألاز، دونك نعتذر منكم. إحنا رانا نحاولوا نسعى وقدر المستطاع أنه نقربوا لكم المشهد أكثر، ولكن ما باليد حيلة. وهلا تعرفوا أنه برنامج حباب ربي هو البرنامج الوحيد اللي يقدر يلحق مثل هذه العائلات، هو البرنامج الوحيد اللي يلحق صوت هذه العائلات، وبالبرنامج الوحيد اللي يتحدى كل الصعوبات فقط من أجل خالتي فاطمة وآخرين، ونتمنى أن ربي فقط يقدرنا باش إن شاء الله نكملوا في هذا المشوار. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا ما قدرتش نوري لكم، دوك يدخل المصور داخل
يوري لكم كيفاش مسكينه طيب هنا. هاو البصل ما قدرتش، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه الحمان الدونجي شديني، حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ارواحي ارواحي ارواحي، وري لي دارك ارواحي. شوفوا بعد قليل راح نشوفوا مشاهد ذاك المطبخ، لانه ماشي سي با بوسيبل ان احنا نقدروا نصوروا باسكو بزاف ضيقه. ما فهمتش كيفاش حنديروا اليوم. نروحوا للدار يا خالتي فاطمه. دارك وين؟ دارك دارك وين؟ هادي هيا نروحوا ليها. هادي ايا وري لي طريق، وري لي يما العزيزه الطريق. هادي داري راه هنايا. يديني انتيا انا ما نعرفش، وريها لي انتيا. هيا ارواحي ارواحي معايا ارواحي. مسكينه حتى الما والفت الضيق تمشي وهي تحبي، لانه نهار كامل هكا ظهرها حابط. استغفر الله يا ربي يا كريم ما قدرتش. شوفوا النمل، شوفوا الخطر اللي ايه. ارواحي هيا يما استغفر الله. هذا هو دارها. هذه داري هذه داري باب راه خاطر راني راح نصنعهم. صنعيه خطروا لي راينا الاولام دخلوا عليا ضربوني هنايا راني الفوق هضر نحلو مسكينه. انا اليوم خانتني الكلمات وخانني التعبير لانه صدمت، راني مصدومه رغم كل ما شفته في هذا البرنامج الا انه حاله اليوم استثنائيه جدا. المشكل انه حنا خالتي فاطمه انا جبت لك واحد القضيان، جبت لك اللحم والطوماطيش الزيت ما كان والو عندي. لك جبنا لك نجيبهم لك. ما عنديش والله ما عندي حاجه. اي بصح حنا جبنا لك قضينا لك بعثهم لك الشيف الياس واحد الانسان هكا طيب بعثهم لك نجيبهم لك القضيان. والله حاجه ماني ناكلها غير الماء نشرب. والله حاجه ما يطيبي كرشي راني مريض. والله حاجه ما يطيبي كرشي راني مريض. نرقد هنا برا ويشبعوني بصفه هنا يطيحوا لي برسم منا مع الطريق. يتروح لك بالحته برسم والله لا برسم يحطوا لي منا مع الطريق. بصح علاش ترقدي برا؟ علاه ترقدي برا؟ الحمان هنا حمان والله ما تقعد تقعدي كاع حتى دقيقه. حمان بزاف. قبل ما ندخلوا للدار نقول لكم استعدوا ونقول لكم احبسوا انفاسكم ودعيو دعيو أن ربي يفرج عليها، ونتمنى أنه بالدرجة الأولى اليوم هذه الحصة لازم يشوفوها السلطات هنا في الزبوجة. والي ولاية شلف رجاء أرجو منك التدخل السريع في هذه القضية، لأنه مستحيل جدا أنه كاين هكذا كاين هذه الحالة سي با بوسيبل. قلكم واحد اثنين ثلاثة وندخل مع بعض. يلا بسم الله. حمار انا يا الحمان قعبنا تبنا وانا راني غينا في الدار تاع موطي ديرني تاع بابا مات فيها وراني فيها. باباك مات فيها انت راكي فيها؟ تاع بابا مات هنا يوروني قاعد هنا. ربما الصمت ابلغ واصدق من اي تعبير. هنا حبيت نقول لكم يا دجاجه تاعك هذيك الدجاجه خلعتني نبيتها هنا. هنا لازم نتوما الزملاء ليكيب تكنيك حنطلب منكم طفيو كامل الضو، زيد طفي الإضاءة. فوالا لي كاميرا كش ما يبان لكم حنشعل تليفون باش تشوفوا انه تعيش في الظلمة. راني مشعلة بتليفوني. شوفوا كي نحي التليفون راكم تخيلوا انه هاد الأم تعيش هكذا. شوفوا بالشمعة هادي تخيلوها الشمعة معايا كيفاش راح تعيش. أم تعيش وسط أكوام القش البالي، أم تعيش وسط بقايا المأكولات، أم تعيش وسط تعيش ميتة وهي حية. أنا ما نهدرش، نوكل ربي ونحتسب أمرنا لله ونقول أتمنى رئيس البلدية غير يشوف الحصة لازم تتدخل هكذا يما.
واش راكي حابه قولي لي؟ واش خصك يما العزيزه؟ واش راكي حابه؟ ناكل والو نشرب الماء وخلاص. كي مش تحب شاتيه تربي غير الماء؟ كي حابه تربي ماء؟ هذا ما كان. هذا ما كان. والماكله؟ كثير ما مانيش نطيق ناكل، كثير طيبتها محطوط. وين طيبتيها؟ وين راهي؟ برا. هذه اللي طيبتيها؟ مسكينة شدي لي الميكرو إلهام. هانتي طيبتيها؟ يا سخونة. هذا وين طيبتيها؟ هاي سخونة مسكينة. دوق شوية معليش. قول بسم الله. حابلينا طيبتها بدل تعطر طيبتيها؟ نحب تعطر يعطيك الصحة. شوفوا نحبكم كامل دوكا، اي جزء الحصه في الهداف وكاين كذلك راهي جزء مباشر في الفيسبوك وفي اليوتيوب. رجاء عباكم نحب كامل تعليقاتكم اليوم دعاء، نحب كامل اليوم تبارطاجيو هذه الحصه، لانه بفضل البارطاج تاعكم، بفضل دعواتكم، بفضل اللايكات تاعكم، بفضل التفاعل تاعكم، صوت هذه الام يلحق. حنا وحدنا بالك ما نلحقوش، ولكن نتوما رجاء كل كبريات الصفحات، رجاء انستغرام فيسبوك، رجاء 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 اني نطلب منكم هذه اول مره اني نترجاكم ونتوسلكم باش تلحقوا صوتها. اي تي بالجزائري، الجيريان ستار، رابح علاوه، كل صفحات نحبكم كامل تعاونونا وديروا يدكم في يدنا وتلحقوا صوتها. اذا ربما شفتوا معنا هذه المشاهد، انا حبيت نقول الهام فقط الهام رجاء اختي جابوا لها القفف تخليهم لها ولا باش نجيبوا لها؟ يعني جبت لك اليوم شوفي واحد القفه كل خير فيهم، جبت لك زوج قفف فيهم كل خير. ايه ان شاء الله اليوم تقدري تطيبي حاجه سخونه هكذا تاكليها. واش راكي متشهيه تاكلي؟ واش راكي متشهيه تاكلي؟ ما وقفتش انا مانيش ناكل، نشرب الماء والكازوت. جبنا لك الماء، حتى حنا تفكرناك وجبنا لك الماء والكازوت. حابه تربي كازوت؟ والماكله بصح لازم تاكلي. شوفي شينتي كاع راكي كاع مشيانه. ريعي راه ضرني من ذراعك وضرك. كي مشيانه يما العزيزه، كي مشيانه لازم تاكلي. انني حابه نفهم، اسمحي لي اسمحي لي حاجه دقيقه، انا حابه نتخيل ونفهم كيفاش ترقد هنا، كيفاش تفرش؟ انا حابه وين ترقدي؟ وين راهي بلاصتك؟ وراهي بلاصتك؟ كنت نرقد هنا حتى بالك. وراهي لك فاش ترقدي هنا؟ وين راهي بلاصتك؟ نرقد هنا حط راسي لي حتى دخل ولا عري لي وجهك ولا يدقشوا يدقشوا حتى شبعوا صدره. كي ضربوك كنتي هنا؟ كنتي هنا راقده؟ ايه. حول ولا قوه الا بالله. اكوام الاكوام هادو هما تاع الحوايج. شتا نرقد هنا. وعلاه كي دايره كاع هاد الحوايج؟ شتا كيكون شتا نرقد هنا. وكيف تكون بلا ترقدي برا؟ كي تكون سخان الحمان تاكلي برا. برا هنا عندكم خطر الجرذان، عفوا هنا عندكم خطر الافاعي، كاين النمل، كاين السخانه، كاين الرتيله، كاين كلش. شوفوا صح هذه الحصه ربما مدتها حتكون قصيره بزاف من الزمن، ولكن معناها ولكن قوتها ولكن لو ميساج فور اللي حيكون من خلال هذه الحصه يكفي انه معليش تكون لو كان في دقيقه. المهم رسالتها هذه الام مسكينه ما تهدرش بزاف، ما تعبرش بزاف. حابين نسقسيك، عندك ولادك؟ ولادك عندك؟ الهام تفضلي معنا. لادي عندك ولادك؟ كاينو راهم غاد موت وراهم عند باباهم. عند باباهم؟ اوكي. وخلاوك وحدك؟ خلاوك وحدك؟ موتا كاع. موتا؟ ايه. في بني راشد هما. في بني راشد هما. في بني راشد هما. ويجوا عندك؟ يجوا يحوسوا عليك؟ ما يجوش. ما نقدرش. شحال عندك ما شتيش ولادك؟ شتاو؟
شحال عندك ما شفتيش ولادك؟ شحال عندك ما شفتيهم؟ عندهم ياتنا لا عطا ملي جيت ماهش ام خادنينهم عندهم ياتنا لا عطا ملي جيت ماهش ام خادنينهم ام غادم خادنهم ما هم عندي. انا نقول بك ربي يحنن القلوب ان شاء الله. ربي ان شاء الله يحنن القلوب. بصح انا ولادك على بالك انا بنتك الهام بنتك هادو كاع ولادك. عندك شاشره وراهم غاد. عندك شاشره وراهم غاد. إيه. لو كان واش تقولي لهم الشاشره ما يسمعوا فيك واش تقولي لهم؟ راهم غاد شاشره وتيراتهم مزوجين. شيرات تزوجوا والشاشره راهم غاد. واش تقولي لهم ولادك توحشتيهم؟ توحشتيهم؟ توحشتيهمش؟ وشيرات؟ ما توحشتيهمش؟ تندير بهم تندير بهم اش تندير بهم؟ كلمه قويه نخلي لها فقط نقول ربي كاين ربي سبحانه اللي خلق ما يضيع يما عزيزه. الاخت عائشه انا كي شفت هذه الحاله شوكيت اون بلوس مازال الان تقول لك داري لحقت من حالتها كيما راهي وتقول لك داري وتقول لك كوزينتي. انا ربما احنا برنامجنا ليس لي ربما فيتنا او حاجه بالعكس احنا في كل مره برنامجنا يحاول يصلح في كل مره برنامجنا يوجه رسائل ايجابيه. انا عندي رساله للشيرات والشاشره اولاد خالتي فاطمه نقول لهم انه امكم بحاجه ليكم نقول لهم لي ماكم هذه رفدتكم وهنا على وهن تعبت على جالكم رباتكم كبرتكم تزوجتوا البنات والولاد كبرتكم ارواحوا ادوا دعوه الخير من عندي ماكم فقط شوفوها جيبوا لها قرعه جازوز اي متهي قرعه جازوز وقرعه ما بارده وامر اخر بينكم وبين ربي سبحانه. مشاهدينا ربما كيما نتوما كيما احنا اول وهله ربما ما صدقناش قلنا سي با بوسيبل كاينه ام في هذا العمر تعيش في كوخ هكذا سي با بوسيبل عمكم لا العقل يتصورها لا المنطق يتقبلها. دونك سعينا نهضروا مع الجيران نحوسوا مع الجيران ونسقسيوا مع الجيران راهم حاضرين معنا شهود اعيان وجيران الحاجه فاطمه. السلام عليكم. لاباس السلام ورحمه الله. مرحبا بكم وتفضلوا زرتونا اليوم يعني ما شاء الله والحمد لله. وهذا الخليقه مسكينه هذه راهي في مزريه كبيره يعني عندها سنين وهي مسكينه هكا صح. احنا عينا نجرو عينا نشكو ما باتنا حتى ضو عليها مسكينه راك تشوفي الحاله تاعها الله غالب عليها. واحد العام انا هكذاك يعني كان واحد الانسان مقرن مصنتين كيما انتم هكذا قال لي ودي دير لها براكه كي جيت بند لها براكه هنايا كل انسان يقول لي ودي هذه ماشي ليك هذه انت شكون انت وليت تخدم موقع وانت هكذا في الحق تاع ربي العالمين نقصوا لي انا لو كان جات مني انا حتى باش دير الخير ما خلاوك ما خلاونيش انا لو كان جات مني انا نديرها فوق راسي وانا نعرف حق تاع القليل والوضعيه مسكينه نجي نطلع عليها هنايا اصباح العشيه والحمد لله انتم كي جيتونا يعني ما شاء الله اليوم اللي زادت هذا الخليقه مسكينه اليوم اللي زادت في الدنيا راكي تشوفي بعينك اختي. ايه على بها الحاج نسقسي خويا رضا. رضا خويا ربما يقول لك الجزائريين كيفاش يخليوا هاد العجوزه تعيش هكذا هل صحيح انه هاد العجوزه عندها بزاف هكا اختي راهي هنايا بزاف عندها مده كاع بالك 30 سنه 40 سنه رايحه لك كيماك منين عقلها هنايا انا راه في عمري 29 سنه من عقلها كيماك تاكل هنا الطومبه ترقد معاها احنا شمعها نورمال انا شبطه نجي لها هنايا سيب الطومبه تدور نورمال مع الداخل. خويا رضا انا غاضتني مسكينه في حاجه كي قالت لي ضربوني ضربوها ودوا لها دراهم ضربوها وتعدمت منها من راسها هنا في اذنيها كاين من اختي كاين من عرفتوهم شكون هادو؟ والله ما عرفت من كذب انا جيت عليها 12 اللي جيت لنا بالفيس باك قالوا يضربوها عيطوا يجمعوها هنايا ما صبروا لقيتها في حاله صدتها في حاله دمومات منها معاني ما نكذبش عليك على حاجه المطر كانت عندها 80000 هكذاك جاوا لها في الليل وداو لها هذاك المكتوب اللي عطاو لها الناس الله غالب مسكينه ما عطاو لها الناس احباب ربي ترى الزبوت اش ما عطاو جيب كاش بعد مسكينه تقعد مع الليل اي ما كاش وطيب هاي وين طيب البارح مشيت صورت انا مصورها هاي وين بريكه بريكه هكذا باه تشعلها ما تعرفش كي تخطي مزالمات مسكينه ما كانوا ويرحم باباك هنا باك تشوف الخط هذا والدنيا هذا المراه هذه كنت تشعل النار بظلاميت مسكينه بريكا ما تعرفش عليها راك تشوف الحطب هذا تاكل كاع الدنيا هي تاكلها هي ما تعرفش مسكينه الله غالب عليها وللسلطات البلديه سامعين بها سامعين بها انا هضرت عليها ما كان والو ما كان والو مسكينه تو ترجع لهنا هاك شايف شكون يرقد لهنا كاش يرقد لهنا ما تقدرش ترقد لهنا
سخانه تفوت عليها الشتا كيما تجي كيما تصب كيما تدخل داخل. قطعتنا قلبنا اليوم. ودي الحنوشه 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 اللي كون جنتيا توحدي الله سبحان الله. حنوشه عظيمه هنايا والطومبات وما كاش حاجه اللي ما كاش هنايا. طيب النار داخل ديك اختها طيب النار. مسكينه ما كاش. قادش على عبايتها كاع شكون يطفيها ماكش يطفيها. شوف خويا رضا حنا عيطوا لنا جينا. يا خويا مرحبا بكم مرحبا بارك الله بكم. احنا نطلبوا ربي العالمين كل خطوه ب 100 حسنه ان شاء الله وحقهم عند الله تعالى ما يضيع والله ما يضيعها. ان شاء الله الحال. وحنا ربي خلقنا الموت من كل نفس ذائقه الموت ما كانش يبقى في الدنيا هذه. ما الخير مليح بس هذه مسكينه مدفونه وهي حيه شوف ولا شوف يا خزر هذه مسكينه صيفيه. انا قالت لي ما ناكلش قالت لي ما عنديش واش ناكل. الزبوجه 2022 هكا. يا ترى في باقات تبغي مين؟ مسكينه عندها في 90 سنه هذه. شكون يعيش معيشه هذه؟ ولك هو ما عندهاش. ما كاش الله غالبه عليها مسكينه ما كاش. كاش مين حاطط قيدها؟ مين حاطط راسه مين لا؟ ما كاش. حنا شوف الحاج بربي ان شاء الله حنا ربي سخرنا وجينا لعندها. يا خويا مرحبا بك بربي ان شاء الله فيك بركه وفيكم انتم ربي يعطيكم الصحه. الله يحفظك يا بنتي. الجزائريين يبنوا لها دار برك. ما نتمنى حتى حاجه حنايا. يديروا لها دار ما يبداش الشتاء ولا غبينا لا فيها. هاك تشوفي الحاله هاك تصوري. لازم تخرج منها لازم. لازم. بعينك. احنا اسمعي راني نقول لك هذا وين مسكين اي عندها فايته 80 سنه هذه. هذا وين كي جيتوا انتم هذا واللي زاد في الدنيا هذه. ما كاش. انا نقول لكم بارك الله فيكم احنا ان شاء الله نلحقوا صوتها ونداءها. يا خويا بارك الله بارك الله فيكم ربي يجازيكم كل خير. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظكم جميعا. انا ناس مش عايشه كيماك. انا ثاني والله جامي شفتها. انا داير ما كنتش ما درتهاش. ايه اول مره ضربتها من حتى الجزائر وما درتهاش طريقها. اول مره. جامي شفتها هذاك. وعشت عشت حياتي وصبي ضربتها ما فهمتش حالها كيما. نشكركم لانه ان شاء الله حنساهموا كامل باش نديروا الخير ونعاونوها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا ربما ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا ربما نقول رساله وشديده اللهجه لهاد الناس اللي يسمح لهم ضميرهم وتسول لهم نفسهم وما يخافوش ربي انه يطمعوا في عجوزه كيما هذه ويسرقوا لها 80000. ما تخافوش ربي انه عجوزه ما عندهاش واش تاكل ما عندهاش واش تشرب قادره تموت في اي لحظه قادره تموت في اي لحظه تجوا تسرقوا لها 80000. ربي وكيلكم خافوا ربي وانا نقول لكم بعدوا عليها رجاء بعدوا عليها. واتمنى هنا اليوم نداء نوجهوا للسلطات الامنيه بالدرجه الاولى هنا سيكتور جندرموري. اتمنى من مصالح الدرك الوطني رجاء انه تتدخل في هذه القضيه وتفتح تحقيق في هذه القضيه لانه راهي عرضه للخطر والموت في اي لحظه. يسناو الليل طيح يتهجموا عليها يضربوها يسرقوها لا قدر الله بعيد الشر كي تكون ميته يكون فات الاوان. دونك لون دو لا سوفي قبل ما تطفر. فوق السرقه زادوا لها الضرب مسكينه في حالتها كيما راهي هكذا. الناس ولات ما تخافش ربي يعني هذه طمعوا فيها حسبني بربي لو كان شتيها في الوقت المناسب اللي ضربوها غير الدم كاسيه. كيفاش يطمعوا فيها هذه مسكينه؟ يا خلاص حنا عينا نجرو شكون هي تقول لي ما نعرف. انا جيت ليها في الليل في الليل جيت ليها نفقدها وتضبح وكذا شكون قالت لي ما نعرف لقيتها قادم. ايه هذه لازم يعاونوها وليو يسترقوها. شكون اللي يعاونهم؟ شكون اللي يعاونها؟ ما على بالكمش انتم بلي هذوك 80000 جزء منها هي كانت تطلبوا طلباته تسولاته كانت تطلب تتسول وجزء لا بعد راهم قويين هونيتي. لا بعد مغاشيش برا مغاشيش. واش قالت لي؟ قالت لك مغاشيش. كاين ربي. الو 80000 مسكينه جزء منه صدقات المحسنين وجزء منه تطلبوا رحتوا سرقتوه لها وضربتوها. حرام عليكم حرام عليكم وحرام عليكم وان شاء الله تحاسبوا عند ربي ان شاء الله. انا وياك قوه ضاربه غير انا وياك ان شاء الله. شوفي بالحصه نتاعنا رايحين كاع يجوا يعاونوك وانا متاكده ان الجزائريين سواء في الداخل لي زيميغري على بالي رايحين يشوفوا الحصه نتاعك ورايحين يعاونوك متاكده من هذا الشيء ان شاء الله. ان شاء الله يعاونوك ان شاء الله. بصح تدعي لي دعوه الخير ابخي ان شاء الله. اي دعي لنا دوكا من عند ربي الله ينجار لي. ادعي لنا دوكا انا حابه ندي دعوه من عند ربي يحفظك من العباد وخلاص كي يخطيك العباد ما تضرك حتى حاجه ان شاء الله. العباد تعرف كلش والله يخطوك العباد ما تضرك حاجه يعني ربي يحفظك. تاع ربي والله ما ربي يطول لك في عمرك. تاع العباد راه يضربني تاع العباد وتاع العباد ما ربيش تيدير لك وكا خلقك راك تمشي كنتي كالهواش حاجه المسن صح
وطلقتي ما قلت كل الله حوالي. يفرج عليك ربي ان شاء الله. يفرج يقلعوك من الغلبه يا رب ان شاء الله. شهد ربي ربي سبحانه ان شاء الله. رب العالمين يعاونهم كاع ان شاء الله. ان شاء الله. وراهم مستورين ومحفوظين انتم كي جيتونا اليوم. اسمعي الوالدين اليوم حياوا كي جيتونا. والله العظيم شوف يا اختي يا كيجي يا حقهم امام الله والله ما يضيع. احنا من كل نفس ثقة الموت. احنا ربي خلقنا الموت طوليت قصري ربي خلقنا الموت. بس هذو صحاب الخير قليل كان اللي صحاب الخير هذو. رب العالمين شنو يقول؟ قال لك اطلبوني يا عبادي نستجب لكم. بس هذو هنايا كي تقول له يا ودي باللي ها كيفاه لك ما كاش منا. شوف حنا جبنا لهم الصوره والصوت وشافوا الحاجه فاطمه ان شاء الله يعاونوهم. وحاجه فاطمه ما فهمتش علاش حابه تروح تقدي النار. علاش كي حابه تروحي تقدي النار؟ واش كي حابه طيبي؟ شكون اللي دلها؟ كنا قايلين لها تو شكون اللي دلها؟ حابه طيب كنا روح نقدي النار. كي تجيبي لها العسل العسل تجيبي لها. انا في رمضان جبت لها الماكله قلت لي دي وخرج عليها مسكينه الضمير تاعها كان بعيد بعيد. حتى القراءه تاع القصر سرقوهم لك؟ والله غلط. وكان نقول لك انا بنعطي لها قرعه تاع غاز نعطي لها فور عندي عندي يوم ما تعرفش عليهم مسكينه. هيا نروحوا نقديو النار انا وياك. ضحكت عاوديها عاوديها ديك الضحكه شحال شابه. تجابك للنار تجابك للنار نعاونك القرعه وبالنار مسكينه. نعاونك نعاونك قالت لك نطيب لك الليله عشاء. شوفي هذاك انا كي ضحكتي هكذا من قلبك حسيتها فرحت. شوفوا الابتسامة حاجة شابة. شوفوا شوفوا إن شاء الله يعاونوك يا يما العزيزة. يلا نتلاقاو في الكوزينة هذيك الكوزينة تاع الحاجة فاطمة. يلا مشاهد تدمي القلوب مشاهد بحق تستحق منا أن نحرك كل ضمائرنا. مشهد تاع هاد الأم وهي تقدي النار باش طيب قهوة. مشهد هاد الأم اللي مشتاقة شربة ماء مشتاقة لقمة تاكلها مشتاقة تشرب شوية غازوز حلمها فقط الماء والغازوز. نعم للأسف الزبوجة في الشلف في 2022 كاين حالة مثل هذه. ربما الكثير منكم ما راش يتصدق ولا يآمن أنه في حالة مثلها لكن أنا نقول لكم نعم. أرواحوا للزبوجة حوسوا على خالتي فاطمة وراح تفهموا وتعرفوا معنى الميزيرية. مشاهدينا وأنا نسنى باش نرتشف فنجان قهوة من عند يدين الحاجة فاطمة حبيت نقول لكم أنه لحقنا الختام عدد اليوم. وأملي ورجائي فيكم كبير كبير بزاف اليوم. راني نحلل فيكم صحيتي خالتي فاطمة يعطيك ما تتمنى إن شاء الله. أنا اليوم راني نترجى فيكم طبعا باش تعاونوني نلحق صوتها رجاء. خانتني كلمة صح اليوم وخاني التعبير وأدلوا على الخير كفاعله. وانتم ما شاء الله كذلك حين تكونوا اليوم مفاتيح خير وان شاء الله صوت خالتي فاطمة راح يلحق اكبر قدر ممكن. والسلطات في ولاية شلف الزبوجة بالتحديد انا نقول لكم ان شاء الله تكونوا على قد المسؤولية وان شاء الله حين تدخلوا في هذه القضية. نقول لك خالتي فاطمة يعطيك الصحة انا نروح ونخليك دركا في امان الله ان شاء الله. خالتي فاطمة تبقى على خير تربى. واش تقولي لي؟ باي 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 باي. عاوديها لي باي 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 باي. وضحكي لي شويه. اشربي اح نشرب لا مره نزيد الكسوف دوك ندوقها ونقول لك صحيتي خالتي فاطمه بسم الله ندوقها نشوفها. ايه درتيها خفيفه نحبها ثقيله بسم الله. نزيد لها شويه سكر زيد لها شويه زيد لها شويه بزاف بنينه يعطيك الصحه. دوك ندوقها ونقول لك اذا بنينه. هايله القهوه نتاعك خالتي فاطمه. تشربي معايا شويه ما عندكش فنجال. ذوقيها ذوقي هذه حلوه. شربي انا نشرب. اذا المشاهدين بهذا دوك نسربي لهم يشربوا اذا حبغاو. اذا بهذا نقول لكم وصلنا الى ختام هذا اليوم برنامجكم حباب ربي. نتمنى ونتمنى ونتمنى منكم يا رب ان شاء الله تلحقوا صوتها. نتمنى انكم ماكمش حين تبخلوا علينا بالبارطاج وبالجيم وبالتفاعل نتاعكم لانه مهمين جدا. يلا بقاي على خير. باي 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 باي. نحبك. أبشر بي. إيه والله غني حنشرب. يلا سلام وتهلاو بزاف في رحكم.
ربما الكثير منكم ما راش يتصدق ولا يآمن أنه فيه حالة مثلها، لكن أنا نقول لكم نعم. أرواحوا للزبوجة، حوسوا على خالتي فاطمة وراح نتفهموا وتعرفوا معنى الميزيرية. الغبينا كاين منهم ألوفات، شحال سالت دمعت الغميمة لقات ولدها وين يبان. حباب ربي في كل مدينة، ناس الخير والحسنات، يتعلم وتقري دير الخير بدوا تلقى الزمان صعيب يجري ويوري حرس يغرك يديك هوا. حباب ربي في كل مدينة، ناس الخير والحسنات، استمتعتم بهذا البرنامج برعاية كوتكس أبسوربو.